القاضي عبد الرؤوف قرطاك، هو كان ضابط سابق في المخابرات ومن عائلة كلها قضاة، هو أصله من قسنطينة، يدير شبكة للنصب والاحتيال، راه أوقع بعشرات الضحايا في الدول الأوروبية وفي الجزائر. الوسيط اللي هو نسيبه اللي هو محامي يدعى بن الشيخ حسين المصطفى، وراهم ناصبين على عشرات الضحايا وراهم بكين عباد الله، رفقة شخص يعني راهو هار من دولة أوروبية وراهو حاليا في الجزائر، وعنده علاقات كبيرة بضباط المخابرات اللي هو رضا لكحة العياط، اللي يقطن في 16 نهج بالهول المكي في قسنطينة. يعني هذا الشخص يعني يتوسط عند هذا القاضي عبد الرؤوف طرطاق بإعاز من هذا المحامي بن الشيخ حسين اللي هو سهر عبد الرؤوف طرطاق، اللي متزوج أخته اللي هي طبيبة في مستشفى العسكري بقسنطينة، وراهم بكين عباد الله. الناس أيضا لازم نطرقوا لهم أمر مهم جدا. نعم استرتشف استرتشف سيد أحمد، راك ذكرت أسامي كثيرة، عندنا عبد القادر ولا عبد الرؤوف طرطاق؟ عبد الرؤوف طرطاق. عبد الرؤوف طرطاق هذا قاضي. هو قاضي. وكان من قبل كان ضابط في المخابرات. نعم. وعنده أخته قاضية وشقيقه الأصغر راهو حاليا طالب في المدرسة العليا للقضاء. طيب هذا عنده علاقة بنسيبه، هو اللي راه محامي الآن، قلت هو اللي رتب له الأمور. نعم بن الشيخ، بن الشيخ حسين المصطفى. وعنده علاقة أيضا قلت بواحد آخر اسمه رضا لكحة العياط. هذا هو هذا الشخص اللي هو فاسد كبير، هذا هو اللي يظهر في الصورة اللي هو رضا لكحة العياط، اللي راهو ناصب على العشرات من الجزائريين في الجزائر وفي دول أوروبية وتسبب في سجنهم. راهو يعني عنده العديد من الضحايا، من بينهم سيدة تسبب في سجن زوجها، وراهو يهدد فيها بالتسجيلات وفيديوهات، وراهو حاليا يمتهن النصب. يعني يقول لهم انا عندي علاقه مع هذا القاضي ونجيب لكم براءه، مثلا بارونه السيارات، بارونه الزطله، يعني قضايا كبيره اللي فيها يعني اموال، ويتوسط لهم ويسكروك ليهم وينصب عليهم. هذا هو الشخص. نعم. صوره واضحه هذه هي. واش يعني علاقه عبد الرؤوف طرطاق؟ ويقتسموا الاموال مع هذا القاضي عبد الرؤوف طرطاق والمحامي بن الشيخ حسين المصفى من قبل هذا الفوايو اللي سموه لذلك حل عياط. وش علاقته ببشير طرطاق اللي هو كان مسؤول المخابرات؟ عبد الرؤوف طرطاق هو قريب من بعيد بشير طرطاق، لأنه ينحدر من منطقة قسنطينة. يعني طيب الآخر هو من منطقة الصيف، يعني قراب البعض أو العلمة بالضبط. نعم. بشير طرطاق من العلمة أعتقد. نعم. فيما باش تتخيل، باش تشوف العائلات القضاة ويعني النصب والاحتيال تاعهم، وعايشين على حياة الترف بالنصب على الجزائريين واخذ اموالهم بغير حق بالباطل بدون حق. وهذه موضوع التوريث داخل القضاء واضح باللي فيه الاباء، فيه. نعم. الخاوه، فيه الزوجات، يعني القضاء وكان اصبح قضيه عائليه، يعني اللي يكون قاضي مثلا كبير. في وهران، نعطيك مثال، في وهران النقيب المحامين اللي كان يدرسني اللي هو زهدور الاب، ثم جاء حاليا اللي هو السهلي زهدور اللي هو نقيب المحامين في وهران حاليا، هو مجرم كبير، وايضا فيه شقيقته ايضا وهي في النقابه وراهي أستاذة في كلية الحقوق. يعني كارثة. يعني أنا مثلا أنا نجحت في ماجستير حقوق الإنسان عند أستاذ فاصلة في 2011، لكن بما ما عنديش الواسطة وما عنديش الكتاف يعني خسروني، كلاسيت في القائمة الاحتياطية. يعني هناك يعني توريث في الجزائر خصوصا في سلك العدالة. يعني ماهوش الفساد ماهوش برك داخل جهاز القضاء وجهاز المحامين، وينتقل الجامعات ايضا لانهم مرات يكونوا مدرسين. نعم نعم جامعه وهران فيها يعني توريث الاب، والجا فيها زهدور الاب وزهدور الابن وزهدور الحفيد وابن الاخ والاخت والطلبه، الاخوان طلبه في كليه الحقوق، يعني يقدروا يكذبوا هذا ما اقوله في التعليقات.